السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العنودة وعنودي اكس او. اليوم يا حبايبي قررت اني اكمل معاكم لعبة My Child Lebensborn. بما انكم تفاعلتوا في الحلقة الاولى تفاعل مرة رهيب، وحتى يعني كثير تعليقات كانت تجي تقول لي كمل اللعبة، وفي بعضكم كان كاتب لي اني لا ادلع البنت بزيادة ولا اخليها يعني ولا اكرهها فيني عشان ما تهرب من البيت. انا توني ادري عن الفقرة هذه انها تصير يمديها تهرب من البيت اذا كنت انا قاسي عليها، فكويس انكم اعطيتونا هذه التعليقات عشان انتبه يعني من هالفقرات هذه. وقبل ان نبدا يا حبايبي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي جميعا وجيبوا لكم سناك عشان تستمتعون معي باللعبة، وهيا بنا نكمل اللعبة. الله ياخذ الناموس هذا البتر ذي، ابعدي ابعد يزق اف. معلش يا جماعة اسف. انشبت لي عند التلفزيون بثرة. لحظة خليني بشرب شاهي. اوه لحظة خليني بغطيه عشان ذا البثرة ذي ما تقدر تجي تسبح في الشاهي تحسب ساونا. اوكي الحين قاعد تقول لست متأكدة من انني اود الذهاب عقب سالفة التنمر اللي صارت لها، لكن يجب ان اذهب والا ستشعر ليف بالوحدة. اوكي والله فهمت، خلاص لا تذلينا. اوه يا اني ارفض يا اني اوافق يا اني لا ما ينفع، لا الاولى ولا الثالثة كلهم اكس، بحط على الموافقة. ايه لكن بهدف استخدامها في المدرسة وليس لاثبات قيمتك للاخرين، مفهوم؟ شفا شيء يساعدك. انا اقول اي شيء لاسعادك. تمام الله ياخذ الناموسه يا بثرة ابعدي. معلش يا جماعه فجعتكم. نشبت الله ياخذها. المهم شو يسمونه يا يسطى، انا مو كنت شاريه مشط وين طار ليكم ما شريته عشان انجلط. لحظه والله ما شريته، صدقني ثوره. اوه ماي جاد عنود اشتريه. لماذا يصفوني ببنت الشكشوقة؟ الكلمة تعني فقط أن والديك لم يكونا متزوجين، وهذا الأمر صحيح. لا أعرف لماذا يا كارين أنت أصغر من أن تتعلمي وتشغل تفكيرك بهذه الأمور. يا جماعة ما أدري إيش أختار، أخاف أقول لها الخيار الأول ومو كويس إني أقول لها. تجون شو أخلي بفجرها، بقول لها أن معناها مو متزوجين. أوه والله كلامكم صح، صارت تثق فيني أكثر. بقول أول واحدة. Oh my god. أوكي بعلمس والله. يجب أن نركز فقط على أشياء زي ذلك، ولا أقول سأحاول معرفة المزيد. أنتم على كلامكم، أنا بثق، أنا بعتمد على كلامكم إني لازم أعلمها على أهلها، فلازم يعني تتحمل الحزن اللي يجيها. اوكي بقول لها اني بحاول معرفة المزيد حتى لو كانت معلومة محزنة. يبغالي اروشها، تعالي خلي. اوكي مدينة مشط شعرها الحين. شلون شلون؟ اوكي بعدين الروشس، هل يمكن ان نقوم بفعل شيء معا؟ زي وشو؟ ما رأيك أن نرسم ولا نلعب الغميضة؟ ولا هل أنت حزينة؟ ما أبي يعني أأكد الموضوع هذا أن هي حزينة، أبسوي نفسي مجنونة بقول أن أنا أدري شو اللي بيخليك سعيدة، خلينا نلعب الغميضة. جميل سأذهب لأختبئ. أوه ماي جاد طب تسترى يا بنت. أوكي كيف الدولاب؟ لا ليكون انحاشت عشان أنصرع. يا جماعة لا تقول اللي انحاشت، لقد عثرت. اوكي كانت جوه الدولاب. اوه ماي جاد جاء وقت الليل. يا سلام سوينا سوب. الله ياخذ الناموس، جعلس الموت يا خرى الخريان. لحظه اخري يا زق، ما ادري ايش فيها انشبت لي ذا البثره. اوكي عندي رسالتين ابغى اقرا. اوكي
المدرسة مختلفة جدا عما توقعته. الأطفال الآخرون ليس مريحين كما كنت أتوقع. أوكي، لا أنا أشوف أنها نفسيتها صارت مرة كويسة يوم أني صرت صريحة معاها. أوكي، دخلنا 23 أغسطس الخميس، يعني ويكند يا عيال. أوكي، رسالة جتنا. أنا ما فتحت الرسائل لحد الآن يا ملل التبن. يعاني المصنع نقص في الموظفين نظرا لقلة قد نطلب منكم أحيانا العمل لساعات إضافية مع زيادة الأجور التعويضية، تنتهي فترة العمل الإضافي في المساء. يوه، طيب كارن يعني بتكون لحالها؟ ما ينفعش كده. تمام، ايوه افتحي بؤس. يا سلام، اللي بعده. يا سلام، اخيرا وكلتها. ايوه يا سلام، خليتها تشبع مره. اوكي ما يمديني. طيب خلي على الاقل امشط شعرها. كتبي ثقيله جدا، اتمنى يكون لدي حقيبه ظهر. بدينا المذله. ياي، اختار لها تسريحة يا جماعة، كيوت. لا لا، هذه كيوت مرة. ابي اغير لبسها، يمديني؟ اوكي طيب طيب، لبسها هذا قبيح يعني، مع احترامي. ليتي ما غيرت لها. اوكي، وانا اروح للمصنع. والله فترتين خذت وقت إضافي. أوه أعطوني 125، أنا أبغى 200 ريال عشان أشتري 200 ريال، على كيف حددت العملة. المهم إني أبي 200 عشان أقدر أشتريها شنطة، فبحط وقت إضافي. أتمنى إنها ما تزعل. كم صار؟ بس 155 يا مال التبن. أهلا، بما أنك عدت بإمكاننا ناكل الآن. يا عمري أنا آسفة تأخرت، انا متعبة. بسرعة بسرعة بسرعة، خلي اوكلس. يلا 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 بسرعة. يا دليل الليل. اوكي تمام. يا بابا، ما اقدر انظفها. أجل بأدعك وجهها بذا لين ما تتنظف. أوكي يلا أخمدي. رسمة شنطة، خلاص تكفل، لا تدلينا. أوكي، نفس كلامكم يا جماعة، أن هي تخلت عن طفلتها هذه كارين بسبب أنهم جابوهم من الجنود الألمان. تمام، وأن يعتقد أن حوالي 12,000 من هؤلاء الأطفال ولدوا في النرويج خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا معظمهم لأمهات شابات ومراهقات، يعني أنهم ما كانوا متزوجين ولا شيء، يعني زبد. أنه فاهمين أنه بقصد، ما يحتاج أني أفصل في الموضوع، بس يعني زبد أن الأم سحبت عليها. يو شلون بقى فتحها الحين بالموضوع؟ أوكي الله يستر. مرحبا، جتنا رسالة جديدة بس ماني بقاريتها لأن ما منها فايدة. ما بعدين، يا ليل ذا الملقوفة ذي، صدق إن اسم ملقوفة. مجلس الحي، هذه رسالة بمثابة تحذير، لقد تلقينا العديد من الشكاوى حول قيام أحدهم بالتحدث باللغة الألمانية في الحي، هذا الأمر غير مقبول ويجب أن نتوقف على الفور. لا يقصدون الكارين. العيد العيد، الله يستر يا كارل، لا تندعسين علينا. اوكي يقصدوا الطحين. خلاص شريت الشنطة اخيرا. ما هذا؟ اخيرا استانست انها مفاجأة. احزري ولا حضرت لك شيء؟ بقول لها احزري. ايه. اخيرا يا جماعة، ان شاء الله عاد يبين في عينها انها حقيبة الظهر، انها حقيبة الظهر. طيب ترى حقيبة الظهر يعني ماني جايبة شيء عظيم. اوكي، على الروح والسعر انت تستحقينها ولا استمتع بها؟ على الروح، قولها انت تستحقينها. مرحبا، كيف كان يومك؟ لم يكن يومي سيئا.
السيد سولهايم، لكنه لا يستطيع العمل، لا أعرف لماذا. أوكي، سيأتينا معلم مختلف يسمى السيد بيرغ، ترى كيف سيكون؟ أتمنى أن يكون ألطف من الآنسة هانسن في التعامل معي. إيه، نسيت أن الآنسة هانسن دي زق، حقيبتي جميلة جدا، الحمد لله أن عجبتس. يلا خلي بوكلس افتحي بؤس. يو، الأكل خلص عندي، والله طفرة. أخيرا مدينا أقرأ شوي، هنشوف إيش مكتوب. إعلان وكيلك شراء حقائب الظهر والنجد. أوكي، ذي قريناها، خلنا نشوف هذه بسرعة بسرعة، جاء وقت الليل، بسرعة. البدء في كتابة خطاب. اسم الأم سيري فيلفيك سيم، العنوان ستراند جاتا 41 اسكو غانزاند. علق لساني وانا انطق. ليكون هذه الام اسمها سيري فيلفيك سيم. الضغط للكتابة. اوكي عزيزتي سيري، اعلم اني وعدتك وتركك شان، لكن اضطريت الكتابة الان لغدوتي كان في الذهاب للمدرسة، يبدو انه ما كنا نخشى قد حذر. اوكي، قاعد يقول لها الاشياء اللي صارت مع كارين. اوكي، اي لازم اعلم كارين، يعني معلومات عن اهلها وكذا. يا سلام، تمام. حصلت على مواد تصنيع جديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، فجعتني. اوكي طيب تنامين. اخيرا سويت لها لبس جديد. اوكي، دخلنا الحين يوم السبت، صباح النور. اي صح، ما في مدرسة هم عندهم، حتى عندنا بعد انا شو اللحسة. اود ان العب مع ليف اليوم. اوكي، استمتع بوقتك، ولا علينا ان نجهزك اولا، ولا لا تتأخري في العودة. ابي اقول خليها بجهزك اول. حسنا، لازم نكشخص نخليه رزة، ابي البسها اللبس الجديد. الله، ماذا عن ايش؟ انتهينا، استمتعي، ولا حسنا لا تتأخر في العودة. بقولها استمتعي. اوكي، قاعد تقولي قرب البحيرة، لازم نراقبها. الاب السايكو. في شيء جديد؟ لا لحظة، لا لا لا، لا ما في شيء. تذكرت، خلي بروح للمتجر مع اني مطفرة. اوكي، باشتري هذه، ما معي فلوس تكفي يا مال تبل. تمام، شرينا، ما في شيء. خلي بروح البحيرة، يمديني؟ لا ما يمديني. لحظة، لا لا. اوكي، الاكل موجود. لحظة، ذكرت شيء. أيوة، مداني خيطة، يا سلام، نيسو نيسو. دقيقة بشوف هذه وش الجرايد. استل، ما رجعت للحين، الله يستر يا جماعة، بديت أتوتر، أحس بمسؤولية. أوكي، جماعة ستيل ما رجعت، أحس إنها تأخرت، أحس إنها ما قالت لقرب البحيرة إلا إن في إن الموضوع. أيوة، هذا هو اللبس الجديد يا جماعة، وش ذا للحين ما جت، أحس إني بدأت أتوتر، ولا في شيء اقراه. لا، الشنطة شريناها خلاص، خلينا نحط صورتها هذه، واضح اني مرة فاضية، ما في شيء. يا جماعة بجرب حركة، لا ما ينفع.
اروح للعمل. نايس، اوكي حلو. جا وقت ال ابى اقول لا، ما ابغى بخلي الوقت الاضافي بعدين، لان بنتي قاعده تلعب، ما ابغى تنخطف ولا شيء. لقد عدت استمتعت كثيرا مع ليف. كويس، اود القيام بشيء ممتع. وشو، ما رايك ان نرسم ولا نلعب غميضه ولا خلينا نقول نرسم. ننتوها طالعه، هي ما توقعت بتطلع مره ثانيه. اوكي، دخلنا الحين يوم الاحد. اوكي، اي برضو يوم الاحد اجازه. ولو ان لدينا سنارة صيد فبامكاننا الذهاب للصيد. اوكي نايس. خلي بغير لبسها. الله، تبلين تبل بنيتي. لا، خلي اجل نطلع. بروح الغابة باخذ توت. تمام، استل حزينة مدري ايش فيها. احمد رب بس على النعمة. اريد ان اذهب لارسم. وش ذا النفسية ذي؟ ليس الان يا كارن ولا هذا عظيم لنرسم. بسم الله الرحمن الرحيم. امي، من امي؟ من ذا؟ ما ادري من ذي. اوكي، راح تعلمنا اكيد معنى الكلمه اذا قلت الخيار الاخير. اطلقته عليها. من هي؟ بقول لها من تكون. لا تذكر حقا. وش ذا اللحظه ذي؟ اوكي، هي تبي تذكرت انه يبغانا نشتري سناره. تمت اضافه صور جديده للبيب. الصبر، اوكي ارتفع الدبدوب. كويس، خلي بروش الحين. اوكي يا اخي، والله ذا ياخذ وقت مره اوفر. انامي. اوكي، كلمات غريبه زي وش ان شاء الله. طيب وش معنى أمي؟ عليك الانتباه لمن تقولين تلك الكلمات أمامه. أبى أقول لها الخيار الثاني عشان تنتبه الدلخة ذي. أوكي، هل هم إيش؟ أوكي بقول الأول. يا ليل، نفست علينا. اوح، في زيادة قسوة كارين. الله ياخذ عمر العدو. خلاص سبي لما تقول انا مين. ايوه اخيرا بالطبع. طيب نايس. ايوه عبى كامل الدبدوب. لا تظن سوء بوالدك، صحيح أن بعض النرويجيات دخلنا في علاقات مع رجال الألمان لأنهم كانوا يقدمون طعاما أفضل وأشياء فاخرة ويقيمون حفلات. أوكي، فهمت النظام الأخوات ذولي. كما أن بعضهن انخرطنا في أعمال تجسس خيرات الشعب النرويجي، لكن معظمهن كانوا مجرد شابات صغيرات وقعنا في الحب بكل بساطة. خلال الاحتلال كان هناك أكثر من 350,000 جندي ألماني في النرويج، في بلد لا يتجاوز عدد سكان 3 ملايين نسمة. أوه، عاشت كثير منهم في منازل خاصة، وعدد كبير منهم كانوا لا يزالون في سن المراهقة. عندما تكبرين ستدركين أنه لا يمكنك اختيار من تحبين. أوكي، إيش فيها حزينة؟ رسالة، الله يستر. أوكي، من مين؟ الأم، صح، شكلها الأم واضح. يلا روح المدرستس وانا بروح لشغلي. هالمرة بحط يا جماعة دوام اضافي، ان شاء الله اني ما اجيب العيد. لا ما يمديني. اوكي 150 خير من الله.
أوه نعم، ليش خير إن شاء أنا بجي للمدرسة هذه وأدعس ببطونهم. أنا آسف لقد حاولت إيقافهم. يوه هذا ليس خطأك، أنت لم تفعلي أي خطأ. هل أنت بخير ولا أقول هؤلاء المشاهير يجب إيقافهم؟ بقول هؤلاء يجب إيقافهم لأنهم كلاب. لا داعي للقلق، سأتواصل مع المدرسة وأتحدث ببعض من حول إصلاح هذا الوضع. بقول الكلام الأول. لا يا عمري، أنت ما غضبتيني، لم تفعلي أي خطأ حبيبتي. تمام، اوه ماي جاد، لن نسمح لهم بالتغلب عليك علينا، اصبر، اتفقنا؟ ابى اقولها الثاني. والله سلكت لي الف. اوكي، تمام. انا بشوف الرسالة اللي جتني، مو من كارن ولا شو السالفة. أنا آسفة، لا يمكنني مساعدتك، لدي حياة جديدة الآن ولا يمكنني السماح لأخطاء الماضي أن تعكر صفوها. كارين لم تعد مسؤوليتي، لا أريد خطابات أخرى، سيري. والله إنس بنت فسوة يا فسوة، مسكينة، والله مسكينة كارين، كان الله في عونس. كارين وينها؟ ما رجعت. خلي بطبخ بسرعة قبل لا تجي عشان تلقى الغداء جاهز. اوكي، اوه ماي جاد، ليش قاعدة هنا يا عمري؟ اوه نو، لا والله يهمني، ماذا حدث؟ اوه ماي جاد، بنت الكلب ذا المعلمة ذي، بجي اصفقها. ليه؟ يا الله شو اقول؟ ابى اقول لهذا لا يمكن حتى الوثوق بالمعلمين. اي والله صادقة يا قلبي علس، آسفة لأنني انزعجت منك. يو ما من عيب فيك، أنت مثالية. أو شت، بقول هذه الحقيقة. ما يمدينا أقولها، بقول تأخر الوقت يا كارين. اوكي خلينا نشوف التدوينة. ربما كانت خائفة في عام 1945 عندما انتهت الحرب، وانتهى معها الاحتلال الالماني الذي دام 5 سنوات. كثير من هؤلاء الشابات تعرضن للتشهير في الشوارع على انهن خائنات، وقامت حشود من السكان المحليين بقص شعرهن وخسرن وظائفهن. وعلى الرغم من ان الدخول في علاقة مع رجل الماني لم يكن امر غير قانوني، إلا أنه كان ولا يزال بيعتبر خيانة بالنسبة للعديد من النرويجيين. خلال الاحتلال زادت كراهية تجاه العدو المحتل وفكرة النازي بشدة. والآن بعد تحرير بلادنا، فإن جميع الأشياء المرتبطة بألمانيا ينظر إليها على أنها أشياء شريرة. ولهذا السبب تحاول العديد من هؤلاء الأمهات إخفاء حقيقة أنهن أنجبن أطفال من جنود ألمانيين، وتشعر أخريات أنه من المستحيل الاحتفاظ بالطفل. فمن الصعب الحصول على وظيفة أو مكان للعيش فيه أو كسب احترام الناس. إن عرفت المرأة بأنها ساقطة الألمان، ولن يسمح لها جيرانها بنسيان الأمر أبدا. أنا في غاية الأسف يا كارين، أعلم أنه يتوجب علي التحلي بالقوة وقوم تربيتك وحمايتك، لكن الحقيقة هي أني أشعر بالعجز. مدرستك هي المدرسة الوحيدة المتاحة في الجوار، وليس لدي أي صلات قوية لطلب المساعدة في أمر مدير المدرسة. لا أعلم لمن يمكن أن ألجأ لطلب المساعدة، لكن سأحاول العثور على حل. والله كيوت يا أخي ذا اللي يعتني فيها.
يا جماعة مرة رحمتها. هؤلاء المتنمرون يريدون إغضابك فحسب. أوه شت، الأستاذة هذه بدأت تبطى في بطنها. أوه علمت الفصل كله. هذا ليس حقيقيا، أنت مواطنة نرويجية، لا تستمعي إليهم. أوه شت، أوه هيل نو، تو نو نو. من الأفضل أن تتجاهل هذا النوع من الأحاديث. هل يمكن التحدث عن هذا لاحقا؟ بقول لكاري المعلومات اللي عندي، لازم خليها تثق فيني. بقولها، لا بقول لها كل شيء. والله ليكم معجبها. اوكي، كسب تعاطف كارن كويس. تخلت عنك والدتك لان والدك كان المانيا. بقول لها الصدق، ليش اكذب؟ هذا كل ما اعرفه حتى الان. اوه هيل نو، كويس علمناها، ان شاء الله يبان في عينها. تمام. يو مرة يعني حزينة. تمام، شبعت كويس لأنه وصل أزرق. يلا الحين وقت النوم يا حبي. هيا نغير تسريحتها. تمام، بعدين نظف وجهس. يلا وقت النومة. كان بإمكانك مساعدتي في إصلاح أغراضي. بالطبع، أيوة لازم أسعدها. أوكي، نامت الحلوة. خلي بشوف المفكرة. تربية الأطفال ليس أمرا سهلا، آمل أن لا يكون القرار بتربيتك تصرفا أنانيا، لكن هذا التساؤل يراودني أحيانا، فأنا لا أملك سوى القليل اللي أقدمه لك، حتى أنني في كثير من الأحيان لا أعرف ما الذي يجب أن أقوله. تستحقين أن يكون لديك إخوة وأخوات ووالدين يعلمان كيفية التصرف. هل يجب أن أتصرف معك بحزم بهدف جعلك أشد وأقوى حتى تتمكن من مواجهة المتنمرين، أم أغمرك بالحب والحنان ليعوضك على التجارب السيئة التي تعيشينها؟ أم هل يجب أن ألتزم بالصدق معك قدر الإمكان؟ من جد لم تقبل بأن تخبرني. مع أسف الشديد لم تقبل والدتك بأن تخبرنا بهوية والدك، لذا سأحاول اكتشاف الأمر بطريقة أخرى. أمها لا أصيدها. أوكي يلا قومي. ها؟ اكتمل الفصل. قمت أنت وسبعة وعشرين بالمئة من اللاعبين شراح حقل الظهر. قمت أنت وستة وثلاثين بالمئة من اللاعبين خبكاري عن والديها. أنت وخمسة وستين بالمئة من اللاعبين تحديدا يستخدمون كلمات ألمانية. أوكي يعني كان صح، حالي المفروض ما تستخدم كلمات ألمانية. طيب أثاري الموضوع في تشابترات يعني ولا إيش؟ الله الله، سبتمبر. الله يعني مرة وقت طويل. أوكي طيب، ليكون وصلنا لنهاية اللعبة بنجلط. والله صدق، ما الأمر؟ ولا هل كل شيء بخير يا كارين؟ ولا أتشعرين بالمرض؟ أقول لها ما الأمر؟ أوه شت، تنهد. أشفيس لا حول ولا. اللي بترجم انتبه للكلمات لو سمحت. أوكي، أريد على الأقل أن ينادوني باسمي. من جد خلاص فهمنا أنها ألمانية تدلون أهلها. متى يمكنك السماح لي بمعرفة من هم؟ والله العظيم هذا اللي عندي، أنا أحاول معرفة هذا يا كارين. يمكن أن يكون لدى كاهل بدلة بعض المعظمات. أوه نايس، تمام. مرحبا، كيف كان يومك؟ واضح من اللبس أنه ما كان كويس. يقول السيد بيرغ أنه من المهم أن نحن جيدا في الاختبار. طيب اوكي، ايه بساعدك بالطبع. يلا نحن ندرس الحيوانات. تمام، ها هو السؤال الاول، ركزوا يا جماعة، لا نجيب العيد زي الاول يوم الرياضيات. اي حيوان من الحيوانات التالية من الثدييات؟ سهلة،
بطة، سلمون، دب طبعا ما يبغى لها فكاكة. تمام، أي من هذه الحيوانات ليس من الثدييات؟ يربوع، بجعة، أيل. بجعة، لأن البجعة تبيض. نايس، ما شاء الله الذكاء يا لبراعتك. شكرا شكرا، أحرجتيني. السؤال الأخير، أي من الثدييات التالية يوجد في النرويج؟ لا هنا تسوقينها، كنجر، ثور المسك، أسد الجبال. بسم الله، نبدأ نروح لجوجل نشوف، لأنه والله ما أدري وشو. إن شاء الله اللي هو أسد الجبال، لأن كنجر أتوقع مشهور في أستراليا، وثور المسك في أمريكا الشمالية شيء زي كذا، فمعناته الجواب إيش؟ الأسد. اللايت، والله اني كنت حاسة، أنا حسيت انه يا الثور او الكنجر. وفقا لهذا الكتاب فمن الممكن وجود فهود في النرويج. طيب جبت العيد شوي، اوكي صارت تثقبيني اكثر. نايس، خلي بروشس لان ريحت الصنة. يلا خلنا اوكلس تحبو اس. اوكي خليني اوكلس يا بنيتي. ايوه لاحظوا ان السمك الغالي يرفع الاكل مره، هو ويا شوربة الفطر. اوكي نايس، الدراسه صعبه. تمام، الكاهن بيدير كريستيان، بتقول كريستيانو، المهم سمي كريستيانو، كنيسة فانجنننا. اوكي نكتب لك خطاب. تمام، مداك الصبح ما نقول مع تويت. اوكي نايس، ارسلنا له. ما يمدينا اطبخ. اوكي 11 سبتمبر. اوكي احنا الحين يوم الاربعاء. اوه شت، اوه يا عمري شافت كابوس على المدرسة. اوكي ابشر من عيوني، الحين اسوي رقبة بعير ان بغيتي. اوه شت، تمام كويس، يلا تعالي يا اخي. والله يسوقون ام امها. بالطبع يمكنني. يلا بحط وقت اضافي ما دام انها هي عندها اختبار اليوم. اوه شت. طيب ايش صار؟ طيب يا بنية لحظة خلي بروشس. يا إلهي، طيب ما سلفنا. أوه هيل نو تو ذا نو نو، واضح إن الرسمة تبشر بالخير. من عيونه جرالس. ما يمديني أقول أتأخر الوقت. والله شكلها بتكرهني. أنا أتفهم سبب خوف والدتك من التحدث عن الأمر، فالشابات اللاتي أنجبن أطفال من جنود ألمانيين يعانون من أوقات عصيبة. أوكي يا جماعة، إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة الثانية. صراحة صارت أحداث مرة كثيرة، عرفنا الأم إن اسمها سيري، وبس استل الأب ما نعرف منه. تمام، بس إن عرفنا يعني إنه هو من الجنود الألمانيين، فعشان كذا الأم سحبت على كارين، مع إن أشوف إن هذا مو بعذر يعني إنها تترك بنتها. تمام، ولاحظت إن يعني بدأت تصير الأحداث مرة يعني أقوى من قبل من ناحية المتنمرين، وإن كارين بدأت تصير معاها يعني مثلا أحلام سيئة وكذا، ولدرجة إنها قامت ترسمها مثل ما شفنا قبل شوي. فمرة الأحداث يعني بدأت تصير أكشن وحماس زيادة. المهم حبايبي، قبل أن ننهي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي جميعا، مع السلامة.
Thank you.